السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صافا، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم، بغيت نبارطاجي معكم واحد المناسبه صغيره، اللي هي واحد الحفله اللي درت للبنات اللي كانوا معايا في الكورس او لا في المدرسه فين كنا كنتعلموا اللغه الالمانيه. وبن هادي شحال وانا باغا نجمعهم الصراحه، وكنقول غادي تجي بيان سور الفرصه، ودابا جات الفرصه، دونك غادي نجمعهم ان شاء الله، وغادي نشطو وغندوزو وقيت زوين. ودابا بيان سور غادي نحضر غادي باش تكون الحفله ديالي بيان اورغانيزي. كيف كتشوفوا انايا وجدت المعنات ديالي اللي كنحتاج، نظفت الدار بيان سور مزيان، وقديت اموري كامله بالليل، حاولت ما امكن انني نقص عليا بزاف ديال الاشغال باش تجيني تحضيرات سهله وما يكونش عندي بزاف ديال ستريس. وخاف الاخر بيان سور تدركت شويه بالوقت، علاش؟ لانني كنت عرضاهم ل 12. الوغ البنات، باش العراضه ديالي او التوجات ديالي يمشي منظم، كيف كتشوفوا هنا الدجاج بعد ما ضربت لي واحد الغسله وفركها بالحامض والملحه وخليته تنشف مزيان، يعني تقطر من داك الماء اللي فيه. دابا غادي نشرملو ليله قبل وغادي نخليه بيان سور باش يتشرب وتجي بيان سور تجي التغميره ديالو بنينه ويجي بنين. فوالا، دونك كيف كتشوفوا هنايا القمه اللي غنشرمل بها الدجاج، درت الثومه بزايد ودرت السكينجبير، الخرقوم، مليحه، شويه د البزار، وبيان سور درت الدويمات ديال الزعفران الحر. انا ضد الضامات كيف كنقول لكم ديما، ولكن هاد الضامه ديال الزعفران الحر فما كنقدرش نتخلى عليها، كتعطي واحد لاكولور زوينه بزاف في الدجاج. دونك بالنسبه للمقادير ما غاديش نعطيكم مقادير اكزاكت لان عندي كميه كثيره، وتندير عيني ميزاني صراحه الله، درت عيني ميزاني ما نقدرش نقول المقادير بالضبط بالضبط. فوالا، دونك على حسب الكميه اللي عندكم غتقضيو الغرض. وهانتوما معايا. اي فوالا، من بعد ليله كامله من بعد ما تشرمل الدجاج ديالي، كيف كتشوفوا انا دابا درتو باش يطيب. درت بيان سور هنا في السونتر واحد الربيطه ديال المعدنوس، شلطت بصيله جوج بصلات كبارين. من بعد غادي نقطع البصله ديال الدغميره، لان الدغميره كتضبب ليا لا كاميرا، الدغميره كتبغي البصله بزاف. كيف كتشوفوا لا كونتيتي شويه كثيره، ديكو ديجا داكشي مزاحم وهكاك حلفوا ما يديروا بلاصه لهذا مسكين، بقى بوحديتو بقى فيا. دابا غنزيد هاد المريقه اولا هاد العطريه اللي بقات لي هنا، ولا هاد القمه اللي بقات هنا، غادي نزيدها وغادي نمرق شي شويه. انا كيعجبني الدجاج نطيبو بلا ما، دابا غنمرق شي شويه لان هاد الطاوه ديال الضو ما فيهاش الثقه، يعني خص ضروري نحضي معاها. وهانتوما معايا. وهنا كيف كتشوفوا عندي الطنجره، درت فيها شويه ديال البصله. بيان سور غندير دابا نصيب ديال اللحم، غندير اللحم بالبرقوق والمشمش واللوز مقلي، يعني الطاجين المغربي المعروف ديال اللحم بالبرقوق. وغادي نصبو عادي بالعطريه اللي معروفه، ملحه، بزار، خرقوم، سكينجبير. المهم من بعد لبغيتو الوصفه ديالي بالضبط نقدر كنهضر مع المبتدئات، ما كنهضرش مع الطباخات الماهرات، انا منكم تعلمت. الوغ هنا عندي واحد لاستيس زوين، هو ان هاد البصيله كيف كتعرفوا اللحم بالبرقوق ما كيحتاجش بصله بزاف. هنا شلطت واحد البصله كبيره وهاد البصيله صغيره، تكيتها بالقرنفل كيف كتشوفوا، وغادي نضيفها حتى هي. فوالا، وغندير التوابل ديالي وغنديرو يطيب. يلا هانتوما معايا. فوالا البنات، من بعد ما طاب الدجاج بيان سور حيدتو، درتو في الطاوة اللي غادي ندخل الفران وغطيتو. وهنا بيان سور الدغميرة هيا علين وجدات، كيف كتشوفو هانتوما الزيت كتوقف فغيمون، كتوقف الدغميرة، يعني الزيت كيتفرق على لاصوص. فوالا، هنا فين كتعرفوا راه صافي الدغميره ديالكم علين وجدات، وهادشي اللي كاين. وهانتوما معايا. وهنا كيف كتشوفوا انا قررت باش نعطي البنات اللي غادي يجيو عندي كل وحده واحد الهديه اللي بسيطه بزاف. وبيان سور فكرت باش ندير لهم واحد لوكوماج، شي لمسه مغربيه تبقى عندهم سوفينير، ماشي تبقى عندهم سوفينير لوكوماج بيان سور راه غيستعملوه، ولكن القريعه تبقى عندهم كما كان الحال وغيتفكروني بها، يقدروا يديروا فيها شي حاجه اخرى من بعد.
دونك كيف كتشوفوا هذا القماش راه ديجا بارطاجيته معكم، فيه القهوه، فيه ثلاثه المكونات، القهوه والكاكاو والكوكو، وفزت عليهم بيان سور واحد النوازات ديال زيت الكوكو ونوازات ديال لالوفيرا، وبيان سور درتهم في هذه القريعات هكا دزاج كيف كتشوفوا. وهاد الوريضات راهم طبيعيين، كان عندي واحد البوكيت فلور وعجبوني لي فلور ديالو، خليتهم حتى نشفوا مزيان يعني يبسوا، ومن بعد درت هكا كيف كتشوفوا يعني جاوا زوينين بزاف. هنا كيف كتشوفوا عندي هاد الديسير اللي درتو مختلف، اون موس او شوكولا، وبيان سور سمحوا لي هنايا رجعت درت لكم الشكل النهائي كيفاش نظمت هذوك القريعات فوق واحد الطبله اللي درتها بحال ميني باخ، درت فيها المشروبات والكويسات لي فورشيت اون بلاستيك اللي كنحتاجو. وهنا كتشوفوا هذه هي الطبيله اللي وجدت ديال الدسير، التمر والحليب بالزهر، كيف معروف على العراده المغربيه بلا تمر بلا حليب، الناس اللي كيدخلوا عندنا اول مره فما يمكنش، ضروري خصنا ندير لهم تمرات في الاول وحليبه بالزهر، وبيان سور وجد الدسير. كيف كتشوفوا على هذا الشكل وجدت هذوك لي فيرمون اللي شفتوا في الاول، موس بشوكولا، واحد لاكريم فاني بمخا من الفوق، ومن بعد واحد لاكريم واحدة اخرى فاني مع موس فاني بلوتو مع الاوغيو. هنا لا سلاد كيف كتشوفوا هي جات زوينة بزاف، درت اون سلاد تري سونس هي كتوجد، درت فيها الكروبات كيف كتشوفوا، بروكولي، الخيار، طوماط سيريز، الباربا، القرقاع، مهم، ودرت واحد الكروبات الكوتي اللي بغاها نديرها. هنا درت واحدة اخرى اللي هي ديال التفاح والباربا والقرفة والسكر فاني، نشارك معكم من بعد غادي نشوفها. وبيان سور درت سلاد تخوازيام سلاد اللي هي بليبلي والتون وفلفلات مقطعين رقاق، والمهم فيها بزاف المكونات، من بعد حتى هي ونشارك معكم في القناة. كيف كتشوفوا في هذه الطبيله، فانا حطيت فيها كيف قلت لكم هذوك لي بيتي كادو اللي بغيت هكا البنات حبيباتي، درت فيها الشميعات، درت فيها لي بواسون كاملين، الكويسات، ودرت لي شوكولا حتى هما باش ملي يكونوا المعروضين غاديين بحالهم ياخذوا قريعه من هذاك الكوباج وياخذوا شوكولا يديوه معاهم. تتبقى فكره اللي بغا بيان سور يديرها من بعد يديرها في العراضه ولا هكا شي الى تجمع، علاش لا، تبقى شي حاجه لي سامباتيك. وشكون اللي فينا ما كيبغيش شي حاجه شي كادو صاد. بالنسبه للاطباق كيف كتشوفوا، انا اختاريت ندير اطباق مغربيه محضه، بما ان صديقات ديالي من بلدان مختلفة فبغاو يذوقوا الكسكس المغربي اللي في البيت ديال الصديقة ديالي، هي كتقنع بالكسكسو وكيديها رائع، وكيفاش كنشتمها من الجوار. وبيان سور درت الصفا كيف كتشوفوا، درت ليها واحد اللمسات جداد ديالي، لويزات هاكا من الجليد وشوية ديال نيسلي باش كتجي مالكة، وزدتها بيان سور كنفا سكر الى اخره، الدجاج والقمر كما ذكرت لكم في الاول ديال لاكتيو، صافي لي سالاد كيف كيجيو، لي ديسير، اي حاجه بغيتو تقدر تجيب لنا في البارلات ما كاين حتى شي مشكل، كتبوها لي في لي كومونتيغ ونشارك معكم كل وصفه على حده حتى تاخدوها تاخدو الديتاي ديالها ونعطيها حقها. مش الوقت باش نصور لكم لي ديتاي ديال كل وصفه، صراحه البنات عجبوني الحال بزاف بزاف، فرحوا نشطوا درنا المسلقه تعاودنا، المهم كانوا اجواء زوينه بزاف، اجواء مغربيه 100%. بزاف البنات ما كانوش عارفين الاكل المغربي، اول مره كيكتشفوه وكيكتشفوا ما بين الصالي والسكر، يعني شي حاجه اللي جديده بالنسبه ليهم، وكان كل مره كيسولوا هذه كيفاش كتكون، هذه كيفاش كدار، هذه معيش كتكال، وبيان سور عجبهم الحال. عراضة مغربية بلا شعبي، بلا موسيقى شعبية، فالموسيقى الشعبي دائما حاضر ناظر في جميع المناسبات المغربية لا صغيرة ولا كبيرة، وهذا شي حاجة اللي ضرورية وممكن نستغناو عليها.
وهنا السوينيا المغربية ديالنا ديال أتاي بيانسيغ والدعفة والرضا على خاطرتها بيانسيغ فعجبني بزاف. كنقول لكم شكرا بزاف على الحضور ديالكم، شرفتوني، ونعاودوها مرة أخرى إن شاء الله. وبناتي هما تحلمش يجيب كنقول لهم كنعاودوها إن شاء الله مرة أخرى ضروري إن شاء الله. وكنقول لكم الى فيديو مقبله او لا الى فلوق مقبل ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، ومع السلامه. خليت لكم